تواجه المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن نقص حاد في مياه الشرب، وتتركز هذه المشكلة في محافظة تعز. من الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه المشكلة قلة تساقط الأمطار خلال 30 سنة الماضية، بالإضافة إلى انعدام الأحواض المائية الجوفية. وفي الوقت الراهن يعاني أكثر من 1,000,000 نسمة في مدينة تعز والمناطق المجاورة من هذه المشكلة الخطيرة. وقد تم تصميم مشروع تحلية المياه كحل إسعافي لإمداد مدينة تعز والمدن الهامة لمياه الشرب الضرورية. يبلغ طول خط أنبوب تحلية المياه 104 كيلومتر، يمتد من مدينة المخاء على البحر الأحمر إلى مدينة تعز، ويمر بعدد من المدن هي البرح وهجدة والرمادة. يتكون مشروع تحلية المياه من محطة التحلية في مدينة المخاء ومحطة ضخ وسطية في منطقة البرح والخزانات التحويلية في مدينة تعز. محطة تحلية المياه وتقع شمال مدينة المخاء، وتبعد عنها حوالي 5 كيلومتر على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة الحديدة. أبعاد الموقع 1000 متر في 1000 متر، ومنسوب ارتفاعه عن سطح البحر مترا واحدا، ويبعد مسافة 300 متر فقط عن مياه البحر. ويحتوي موقع محطة تحلية المياه على وحدة التحلية، والتي ستنتج أكثر من 100,000 متر مكعب يومياً من مياه الشرب، وتبلغ معدل استهلاكها للطاقة حوالي 30 ميجاوات، وسيتم تغذيتها بالطاقة اللازمة من محطة تغذية جديدة كمحطة الطاقة الشمسية. كما يحتوي على خزانين مياه تبلغ سعة كل منهما 20,000 متر مكعب، بالإضافة إلى وحدة الضخ الأولية، وتتكون من مضختان رئيسيتان لخط الأنبوب، ومضختان لزيادة ضغط المياه، ومضختان احتياطيتان. وسيتم إمداد وحدة الضخ الأولية بالطاقة من المحطة الكهربائية الموجودة بالمخاء، والتي تبعد حوالي 1300 متر عن الموقع. كما تحتوي المحطة أيضا على وحدة إضافة الكلور، ووحدة الضغط الهوائي، ووحدة للطاقة الاحتياطية. يبلغ قطر الأنبوب الناقل لمياه التحلية 30 بوصة، ويمتد بخط مستقيم من محطة الضخ الأولية باتجاه الشرق حتى يتقاطع مع طريق المخاء تعز عند طول 25.5 كيلومتر. ثم يمتد بخط موازي للطريق باتجاه تعز، ويمر بتقاطع طريق الحديدة عند طول 41.9 كيلومتر، ويمتد موازيا للطريق مارا بمنطقة البر. تقع محطة تقوية الضخ الثانية عند طول 57 كيلومتر من خط الأنبوب، بالقرب من المحطة الكهربائية الثانوية في منطقة البر. ويبلغ أبعاد الموقع 200 متر في 150 مترا، ويصل منسوب ارتفاعه عن سطح البحر إلى 535 متر. تحتوي وحدة الضخ الثانية على مضختان رئيسيتان لخط الأنبوب، ومضخة احتياطية بالإضافة إلى وحدة الطاقة الاحتياطية. كما وسيتم إنشاء محطة كهربائية ثانوية إضافية لتزويد وحدة الضخ بالطاقة. لإمداد منطقة البرح بمياه الشرب سيتم إنشاء خزان مياه بالقرب من وحدة الضخ، وتبلغ أبعاد الموقع 50 مترا في 50 متر، ويصل منسوب ارتفاعه إلى 580 مترا. يتم تغذيته بالمياه بأنبوب قطر 12 بوصة يرتبط بالأنبوب الرئيسي، ويصل معدل تدفق المياه إلى الخزان 500 متر مكعب بالساعة.
وسيتم توصيل الأنبوب قطره 8 بوصات وبطول 3 كيلومتر إلى الخزان الرئيسي لمدينة البر الذي يصل منسوب ارتفاعه إلى 526 متراً. وقد تم اختيار موقع مناسب آخر لخزان مياه البر عند طول 62.1 كيلومتر من خط الأنبوب، ويصل منسوب ارتفاعه إلى 690 مترا. يمكن أن يغذي المنطقة بمياه الشرب شاملا منطقة مصنع إسمنت البر. يمتد الأنبوب من منطقة البرح باتجاه الأراضي المرتفعة بمحاذاة الطريق الإسفلتي المؤدي إلى تعز ماراً بمدينة هجدة، والتي تقع عند طول 79.4 كيلومتر من خط الأنبوب وارتفاع 920 متراً. ثم مدينة الرمادة والتي تقع عند طول 85.8 كيلومتر من خط الأنبوب. إمداد منطقة الرمادة بمياه الشرب وسيتم عبر إنشاء خزان مياه على المرتفع المطل على مدينة الرمادة بالقرب من خزان المياه الحالي، ويصل منسوب ارتفاعه إلى 1090 متر وأبعاده 50 مترا في 50 متر، وسيتم ربطه بخط الأنبوب الرئيسي عند طول 87 كيلومتر بأنبوب قطره 12 بوصة وطول 600 متر، ويصل معدل تدفق المياه إلى 500 متر مكعب بالساعة. وسيتم ربط شبكة مياه الرمادة مباشرة من الخزان. أما إمداد مدينة هجدة والقرى المجاورة فسيتم عبر مد أنبوب بقطر 8 بوصات وطول 6 كيلومتر يمتد نزولا بمحاذاة الخط الإسفلتي ووصله بالشبكة الرئيسية للمدينة. يمر خط أنبوب التحلية مع الطريق الإسفلتي إلى تعز مارا بمصنع السمن والصابون حتى موقع الخزان التحويلي بمدينة تعز، والذي يقع جنوب غرب المدينة. ويتصل خزان تعز التحويلي مع خط الأنبوب عند طول 98.5 كيلومتر وتبلغ أبعاده 200 متر في 200 متر، ويصل منسوب ارتفاعه عن سطح البحر 1030 مترا. يحتوي موقع خزان تعز التحويلي على خزاني مياه سعة كل خزان 20,000 متر مكعب ومضختان رئيسيتان مع مضخة احتياطية، وسيتم إمداد وحدة الضخ بالطاقة من المحطة الكهربائية الثانوية الموجودة بمدينة تعز، بالإضافة إلى وحدة إضافية لإضافة الكلور. وسيتم مد أنبوب قطره 28 بوصة وبطول 6 كيلومتر من خزان تعز التحويلي لتغذية الخزانات الرئيسية الحالية لمدينة تعز التي تقع على ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر، والتي منها سيتم إمداد مدينة تعز بالمياه.